السؤال المهم، ازاي نعالج الشخير؟ الحقيقه السؤال ده في منتهى الاهميه، وكتير جدا بيجي لي تليفونات يا دكتور هشام، احنا عايزين نعمل عمليه الشخير لان احنا بشخر، اعمل لي عمليه الشخير يعني. لكن لما بنشرح ونقول ان الشخير ده موضوع مركب، عمليه الشخير موضوع عمليه مركبه. يعني ايه عمليه مركبه؟ بنسميها عمليه مالتي ليفل. يعني احنا بتبدا من الانف. هو الانف فيه ايه؟ الانف فيه 20 30 حاجه ممكن تعمل فيها عمليه. طب الحلق فيه ايه؟ الحلق فيه حاجات كتيره، من اول اللوز، من اول سقف الحلق، من اول اللهيه، لغايه الحلق نفسه بيبقى ضيق، بنعمل فيه عمليه شد للعضلات وتوسيع. اللسان نفسه الجزء الخلفي منه، الفك، ما تحت بنسميها الهايبوفارنكس، اللي هو الجزء اللي هو تحت منطقه الحلق بتاع لسان المزمار والجزء بتاع الحنجره. اذا فعمليات الشخير عمليات مركبه. ما ينفعش نقول عمليه الشخير بنعمل فيها ايه، لا، عمليه الشخير بنعمل فيها، عشان كده كل عين بيجي على حسب المشكله فين والسده فين، بنبتدي نتعامل معاه.